مرحبا منير عجم. بالفيديو السابق ركزنا على موضوع الأوفر بادجت والأوفر رن وشرحنا الفرق بيناتهم وأهميتهم. هلا بآخر الفيديو علقنا سملنا كلمة خطيرة شوي يمكن ويمكن البعض ما تعجبهم، إنه نحن إذا عندنا نحن بمؤسسات ما عندها نظام إدارة مشاريع متكامل ولا جيد ولا ممتاز، وإدارة العليا الإكزاكتيف تيم تبع هالمؤسسات ما بيفهموا بروجكت مانجمنت، لما بيجي بيصير في قسمة لمشروع إذا الكالتشر تبع هالمؤسسة هي بتقول تنقول قدامنا مشروع نحن إنه هالمشروع حيكلفنا مليار دولار، كنا عم نستخدم الأرقام العالية حنضل بالأرقام العالية، اليوم يمكن يكون مليون يمكن يكون 100 مليون يمكن يكون 10 مليون، خلينا على المليار. لما هالمنظمة هيدي إذا ما تفهم إدارة مشاريع نحن بطريقة صحيحة كبروجكت أونر، اللي هي شوي اليوم صعب بس نحكي خلينا نقول لأنه اليوم الواقع موجود، لما هالشركات تجي تقول لأي مدير المشروع إنه أنت مسؤوليتك تسلم هالمشروع ahead of schedule أما on schedule، ومسؤوليتك تسلم هالمشروع on or below budget، هالجملة لما عم تنقال من top executive معناتها يا أما عم بيكون إذا بيفهموا بالproject management عم بيجربوا يهددوا ولا يعطوا motivation ما بنعرف، يعني إذا بنطلع بالمنطق السيء معناتها عم بيهددوا مدير مشروع إنه excuse my language your ass is on the line okay، وإذا عم بيكون منظار motivation يا را 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 whatever إنه يلا من بدنا إياك بضاي أنت كمدير مشروع ثقتنا فيك نحن واثقين إنك حتجيب المشروع بلو بادجت وأهيد سكادجول. هلا إذا ما ندخل بعلم النفس بدنا تحليل القصة، بدنا وقت نقدر نفهم الorganization، بس حسب كل organization عندها culture ومعروف شو هي. إذا مدير المشروع عم بيشتغل بorganization بحس موضوع إنه هال over budget الunder budget والأهيد سكادجول هني فعلًا أدائه والبرفورمانس أبريزل والبونس تبعه ومستقبله معلق بهالأمور هيدا، وإذا مدير المشروع بهالمؤسسات عنده تأثير على خطة المشروع ووضع الميزانية ووضع السكادجول شو حيصير؟ فكروا فيها قبل ما نجاوبكم. إذا أنا إدارتي أنت إدارتك عم تقلك يا أحمد يا جورج مسؤوليتك تخلص هالمشروع ahead of schedule وbelow budget ولا بلش فتش على شغل جديد. يمكن ما يقولوا هالكلام بس هذا ممكن يكون المقصود، أما نقرأ بتوين الخطوط مثل ما بيقولوا. شو حتعمل كمدير مشروع؟ شو رأيكم؟ حسب ما شايف أنا بخبرتي مع هالشيبة خلال 30-33 سنة مع مؤسسات من أمريكا لأوروبا لسنغابور للسعودية للإمارات، اللي حيصير شيء اسمه حب الحياة survival instinct سموه مثل ما بتسموه، أنا كمدير مشروع بدي أحمي حالي. كيف؟ والإدارة العليا بتشوف الأرقام الكبيرة، شو بنعمل نحنا؟ بنخبي أرقام داخل الأسمة تبع المشروع، يعني إذا شغلي بتكلف 100,000 دولار بنحطها 120 ولا 110 ولا 105، إذا شغلي بتكلف 1,000,000 دولار بنحطها 1,050,000، إذا شغلي بتاخد 3 جماع بنحطها تاخد 4 جماع، إذا في شغلي بدنا 12 يوم بنحطها 15 يوم. شو بنعمل هون؟ احنا بنكون انديركتلي عم نعمل شيء بنسميه بالعلم اداره مشاريع، عم نعمل بادينج، عم نحط اكستراز، عم نحط زودات، عم نحط بادينج، فاتنينج اب ذا اسيمت، عم نضخم الاسيمت. ليه؟ لانه الاداره العليا حتجي تطلب منا نحن بالنهايه انه لازم تخلصوا هالمشروع ولا مثل ما قلنا سابقا يور اسيز اون ذا لاين، سو وات دو وي دو؟ اوكي،
عادة ليش بنحط زاودات؟ بنحط زاودات نحن بنكترون بنبحبحها مثل ما بيقولوا. ليه؟ لأنه أول شيء المانجمنت حييجوا يقولوا لنا لا أو كتير هالقد وطويل المشروع وإذا وكذا وما بيصير وما بنخسر مصاري شو بدنا نعمل؟ بنقول له أوكي يا جماعة طيب خلينا نشوف شو بدنا نعمل، بنجرب نروح نتخبى شوي نرجع على مكاتبنا بعتذر شوي عم بزيدها يمكن بس لا هذا واقع عم بيصير وعم نشوفه. بنشوف شو فينا نعمل بنجرب نرجع عند الإدارة تنقول إذا قلنا لهم المشروع بيكلف مليار دولار هو نحن بالأسم تبعنا المشروع بيكلف من 100 مليون تنقول بس نحن قلنا شو تنقول 900 مليون ما لح نوصلها للمليار يعني حطينا لنا 100 مليون زيادة أوكي منريخذوا منعطي ومنروح ومنجي بنرجع بنقول لهم أوكي يا جماعة أوكي يعني حتكون كتير صعب علينا والفريق حيضطر يشتغل ليل ونهار وكذا بس إنه قادرين ننزل المشروع نحن من 100 من 900 مليون ل 850 مليون اما من 9 ملايين ل 8 ملايين ونص ولا من 900 الف ل 850 الف بغض النظر وفرنا على قد ايه يعني وفرنا لنا شي 5% تقريبا اوكي قادرين نشيل نحن هلا نحن شو بنكون نحن اوريدي كنا زايدين من هودي لانه نعرف الاداره حتى يضغط علينا وبهون بدنا نصير نعمل نيغوشيشن بالنهايه لانه ترجيهم انه احنا عم نشتغل شغلنا وعم نحاول وبطبعه ونحن المؤسسه ويا يا يا نزلنا لقد ايه ل 150 الف بس انا قديش بدي 800 الف اما 800 مليون معناتها شو هسه عندي 50 مليون بالجيبه هيدي اللي مخبيها هون وهون وهون الاداره ما بتشوفها اوكي طيب هون شو بصير معناتها انا رحنا تنفذ المشروع بلشنا ننفذ المشروع اوكي شو حيصير نسينا انه المشروع بيكلف من 100 مليون صار براسنا عندنا ميزانيه نحن ل 150 مليون معناتها شو في مثل بيقول بعتقد بيسموه البيتر برينسيبل هي ما بعرف ايش يسموها انه تايم او ورك سوري ورك ويل اولويز اكسباند تو فيل ذا افيليبل تايم يعني بنحكي نحن هون على تايم هلا بس نفس الشيء بالميزانيه اوكي يعني الورك حيتوسع تيعبي الميزانيه يعني اذا عندنا الميزانيه من 150 99% 95% 90% حنصرف من 150 اوكي اذا المشروع قلنا عنه حيكلف خدنا 33 شهر هو نحن بحاجه ل 30 شهر بس قلنا للاداره 36 شهر عملوا لنا سكويز نزلناهم ل 33 هسه عندنا 3 شهور زياده اوكي بس انا بدي شو 30 شهر بس انا الاداره على شو وقفت لي 33 شهر المشروع شو راح يخلص 90% حيخلص ب 32 شهر اما 33 شهر شو معناتها معناتها المشروع اخذ شهرين اما 3 اكثر من اللازم اكثر من الخطه الاساسيه والمشروع كلف له 50 مليون زياده يعني بدل ما يكون 800 مليون صار 850 مليون هلا هذا اذا الامور كانت جيده والبرفورمانس ممتاز وطبعا هون بنبلش نحن اكيد بنزقف له لفريق الاداره هي نجحتوا يعطيكم العافيه ممتاز بس ممكن يصير في شويه عرائيل ويرجع المشروع بدل ما يكلف من 150 يكلف من 160 ولا من 170 لانه صفينا نحن عم نشتغل بعقلنا مش على اساس من 100 عم نشتغل على اساس من 150 فشو الفرق اذا طلع من 150 ل 160 راوند اوف ايرور بسيطه مين حيطلع فيها هيدي اوكي فهون بعتقد شرحنا كيف على فكرة خطر لما بيجي executive ولا CEO ولا top of board of director بيقول لك you must finish the project ahead of schedule و you must finish the project below budget yeah? إذا بكون تعملوا هالشي لكن تأكدوا انه مدير المشروع ما عنده تأثير على البادجت وعلى الفوركاست يكون عندكم استقلالية إنه عم بيعملوا هالأسمت والبادجت يكون عندهم استقلالية أوكي بس حتى لو في استقلالية وفي الموضوع مدير مشروع مش قادر يأثر ويضخم أوكي البروجك بادجت ويعمل له بادينج وفاتنينج وما بعرف شو إيش إسا على الأقل على الأقل حي المشروع حيجرب ياخذ ساعتها خطوات تانية ممكن يشتغل يقبل على على ستاندرد اوت من المتطلب ممكن يرضى بشورت كات من هون ومن هون القصة يا جماعة ما فيكم تغلبوا البروجكت مانجر اوكي هون تحدي نحن نحن مش هيك دائما بنقول بحاجة نحن انه نكون شركاء
مدير المشروع، إدارة المشروع، مشاريع بالبروجكت مانجمنت والأوبريشن والمينتننس والبروجكت أونرز والإكزيكتيف والسبونسر، لازم يكون عندنا فهم كافي ووافي لعلم إدارة المشاريع. اليوم إدارة المشاريع هي علم مستقل، وكل ما كنا نحن قادرين نبني نظام متكامل لإدارة مشاريع بمؤسساتنا، وهالنظام المتكامل يعتمد على البروسيسز والبروسيدجر والبوليسي والجوفرنس، إضافة إلى النوليدج مانجمنت والهيستوريكال ريكورد واللسنز ليرن، اوكي، ما بنقدر نتوصل لليفل اوف ماتشوريتي عالي من ضمن المؤسسات، اوكي، ما قادرين نوصل لعقليه المايند سيت تبع اداره المشاريع بالمؤسسات، اوكي، وطالما ما قدرنا وصلنا لهالهاير ليفل اوف ماتشوريتي والمايند سيت انه الكل المؤسسي من اصغرها لاكبرها فهمين علم اداره المشاريع وتحدياته، اوكي، ما ضروري الكل يكون مدير مشروع، بس على الاقل نعرف انه علم اداره المشاريع، اوكي، هو مبني على ساينس وستاتستكس، بس مش اكزاكت ساينس، مش وان، يعني ما فينا نقول دائما مستحيل نقدر نوصل لدرجه انه اذا بدي اقول مشروع بده يكلف مليون دولار حيطلع مليون دولار الا ما يطلع بلس اور ماينس، وكان نفس الشيء حيكون مليار دولار. طب نحن هون بحاجه لتغيير منهجيه فكرنا بعلم اداره المشاريع، لنوصل لمستوى انه نحن عندنا higher level of maturity، لنوصل لمستوى التميز والcenter of excellence بإدارة المشاريع، بحاجة نغير تفكيرنا ونتقبل إدارة المشاريع كعلم مستقل وضروري لاستمراريتنا ولنجاحنا كمؤسسات، اللي كانت خاصة ولا حكومية ولا non-profit ولا NGOs. يعطيكم العافية وإلى اللقاء.